يوصل للمتابعين المعجبين بالنوع هذا، حاول هو اللي يذكر بالكلام، يعني جزء أنا أكو أمور ما أعرفها، فأنت اللي تحب توصله هو هذا، وإذا تحب تحكي على راحتك إحنا راح نختار الأشياء اللي هي المهمة إن شاء الله. فبداية أنا شو اسمه؟ أحكي لنا عن اسمك وبعدين راح أسألك عن بالعراق أنت إيش كنت دارس شنو اختصاصك هنا وفنك. يلا اسمك الكامل؟ سيطرة تشكيلي عراقي وحاليا دارس في كلية الدوج، يعني صادف السيدة هاي يعني مديرة التنفيذي خلاص شادي، وهي كلش مهتمة بالآرت فحبيت أسوي شغل. صادف إنه أنا عندي أصلا جماعة I take it from me from here اللي هو بوك آرت. بوك آرت هو فن الطباعة الكتاب والرسوم، أنا أزود بين بوك آرت والبوك آرت، ما أزوج إنه أضيف من هنا ألوان شرقية وأضيف أشياء خاصة لي وأشتغل، يعني صار لي أكثر من 15 سنة أشتغل هذا الشيء، يعني على هذا الشيء. وبنفس الوقت كنت ناجد أمريكا، كنت أشتغل بالنورمال بينتينج اللي هو هذا بشخصيات كندي، دائما آخذ الشخصية وعند أبدها على أحاول أبدي أرمز للقضية، يعني أكون رمزية للقضية. طيب سؤال ولا بدك تحكي، يعني تختار الشخصيات الفنية والسياسية تدمجهم سوا؟ هو أول شيء أني شحن، يعني من اللي أني فعلا حابة، بس أكثر شيء طبعا الفنية والسياسية. مرات يعني أشوف إنه ضد بيرسيكو مثلا أو كوكا أو حتى الأشياء الأدوية أو الشيء اللي هو هنا كوميرشال، هنا المجتمع الأمريكي والحياة غير شكل، هنا الشركات الكوربريت هواي تشتغل على إعلان، فلازم تاخذين شيء من هذه الاشياء وتعيدين تمثيلها بلوحه وتحكي من المجتمع انت شنو تعتبر عن هذا الشيء. ما اخذ شيء مو جزء من حياتك بس الشرعي، بس بما انه الادفيرسمنت يشتغل وين عقل اللاواعي الانسان يقوم ياخذ هاي الشغلات كمان، يعني يصير عنده تسلط من على هذا الشيء. يعني عيد مثلا ممكن عيد سياسيا، ممكن عيد مثلا تجاريا، اقول تجاريا اقول يشتغل تجاري او سياسيا اقول شيء معين اني شيء يعني مخفي، فانا دائما استاذ مع شيء. التكنيك يعني انه اني حاليا يعني ماخذ ماجستير من جميله وكملت على البي اتش دي، بس عفوا من العراق ماخذ ماجستير من العراق، ماجستير جامعه بغداد، بس البي اتش دي كملت لاحقا. اللي اشتغل عليه هسه انه شلون اقدر ابث الفكره، واني اشتغل اكثر حاليا من جهه الامريكيه، اني عندي شغل لأن الأشياء تحملنا، بس أشتغل على أساس الأمريكا أطور يعني الاسم مالتي، يعني مو أجي أطور شغل، شغل هو نفسه، يعني وصلت للمرحلة الأخيرة، بس كل يوم نتعلم أكيد، وكل يوم أضيف شيء، وكل يوم أتعلم شيء من المجتمع اللي أنا أشوف شلون أضيفه، بس أنا أشتغل على اسمي أكثر، أو هنا أقدر أوسع نفسي، خاصة المجال هنا أكبر، يعني الأمريكا مجال واسع جدا جدا جدا. أبداً قبل لا تشكرنا طبعاً بس دقيقة عندي أسئلة. قصي أحكي لنا أنت، يعني اختصاصك هو قلت جرافيك ديزاين، هنا هذا تقرأ أمريكا، ورسالتك الماجستير عن شنو؟ رسالة الماجستير كانت عن تأثير الحرب على الفن، يعني احنا لازم تختارين تو ميجر بجامعة بغداد، الماجستير لازم يكون تو ميجر، يعني الفن وشيء آخر مثلا الفن والإعمار، الفن والسياسة. كان شيء غريب أن آخذ الفن والسياسة يعني، بس إنه أخذته. كان الناس أكثر شيء تأخذ مثلا خزف والرسم، الرسم واللون، بس يعني أخذت السياسة والرسم كان شيء جديد يعني. طيب الرسم والجرافيك ديزاين ايش عجب يعني انه ربط ما بين الاثنين؟ انا اعرف انه اوكي الجرافيك ديزاين يعني يحتاج لها ايضا تصميم وهذه، بس تجمع الموهبتين بشخص واحد يعني فشيء نادر ما تصير. يعني هو القضيه انه الجرافيك اليوم احنا المستقبل هو الجرافيك ديزاين اكثر من البينتينج. البينتينج يس بعد اشتغل، بس الجرافيك ديزاين يعني اليوم تيشيرت هو الجرافيك ديزاين، هذا القاط هذا اللون اللي يطلع في الخطوط اللي احنا نستعملها، اللون هذا هو جرافيك ديزاين، اللي يقدرون يستخدمون اللون عن طريق البرامج مال الكمبيوتر الابس هاي اللي تشتغل هسه الفوتوشوب والكورل درو وكل هاي البرامج هسه يطلعون اللون اللي تقدر تحصله، يعني الكامبيوتر سيرفر هو الديزاين، هذا جرافيك ديزاين.
التيشيرت ولا بالديزاين السياره ولا بالديزاين. فاذا تريدين تكوني كوميرشال لايف للحياه التجاريه تحصلين فلوس اكثر. اليوم الشغل يعني من زمان خلينا نرجع الرامبرانت كان عنده مشاغل طابقه والناس تجي تتخطط يخططونهم وهو يعني اخر مرحله يفنش. اكو ناس تلون اكو ناس ترسم واخر مرحله يجي يفنش. اليوم احنا اكو فوتوغراف ما عاد الانسان يحتاج انه يرسم فاحنا لازم نروح منطقه اخرى او تدريب مستمر مجال الفن بس في منطقه كوميرشال منطقه تشتغل سبيشال امريكا المجال مفتوح والكوميرشال هو الافضل يعني تطبقين مجال الجرافيك ديزاين هو ايضا فن تشتغلين على برامج كمبيوتر لازم تكون محترفه درسه يعني هسه دخلت من جديده ادرس شلون انا عندي خلفيه عن الموضوع انا اصلا مسوي اول معرض ديجيتال ارت بالشرق الاوسط انا اول واحد سوي انجاز مع العربيه في اي بلد سويته؟ صار بالعراق صار بالعراق كان اول مره كان اخذت عن فنان اسمه لطيفه التونسي هو اخذ شكلها وسويت معرض كامل كله عنها فمن سويته كان شيء جديد يعني ما حد انا يعني اشوفه يعني شيء كانت خطوه جميله بس اليوم انا لا اطول من هواي يعني هذا سويته انا يمكن 2007 بس لا اطول هواي وهسه اذا طبيت بعد اكثر بدي اتبحر يعني القضيه العمل يعني كعمل يعني حابه انه اخذ. طيب في امريكا يعني انه اشتركت بمعارض يعني مع فنانين اخرين وكمعرض شخصي اول يعني هل يعتبر هذا معرض شخصي اول؟ اشتغلت ويا معارض هوايه يعني ويا ناس هوايه بس انه كمعرض شخصي اول المعرض الشخصي هم مو كان بجده فمن هنا جت الفرصه من كمان كفرج ومن سيد اخبار شايف فاكيد اني كانت فرصه كبيره لازم استغل هاي الفرصه لانه يعني اشتغلت جنود جبار يعني هسه هنا بقاعه اعتقد 30 عمل كبير واكثر من 85 عمل صغير فانه بس انه فتحت الفرصه خلاص قدمت. ايش كم قطعه شاركت فيها اليوم؟ انا انا ما اعرف بس الصغار 85 لاني الكبار ما حاسب انه انا بس لاني اكثر من 20 لاني اكثر من 20 وقطع لاني 3 دايمنشن يعني ما شاء الله يعني ممكن 100 قطعة اليوم أكثر 120 صار لك شقد تحضر يعني موجودات كانوا عندك هذا المعرض من سنين هذا المعرض من سنين يعني من 2007 هو وياي يعني عندي قطعة مال أوباما من 2006 يعني ويا السنين ظل وياي طبعا ماكو فن طبعا الفن يطول هاي مثلا هاي عمرها 7 سنين اكو هاي القطعة مال أوباما من 2006 واظل اشتغل عليها مرات اضطر انه احطها باطار واغلف الانتجاز بس اعمل اوقف الشغل يعني ما احب اضل اشتغل على غير شيء بس ارجع لهاي احس انه شيء ما ناقص فاظل اشتغل يعني. طيب سؤال اخير يعني شنو هو الرساله اللي تحب توصلها من خلال دمج افكار فنانين سياسيين ماركات معروفه شنو الفكره اللي يعني تحب توصلها يعني انا اذا اشوف فكرتك غريبه وبيها كثير من الرموز يعني ولاحظت طلاب يسالون ويحبون يتعرفون عليها فشنو الغرض من هذا الشيء انه دمجت هواي امور بفن واحد او لوحه واحده هو حق الغرابه يعني ما عندي تستاهل السيد فنان شيخ عبد الوهاب كل شيء غريب هو جذاب وليس المحترف يعني هو يقول هو ناس طالعه سلسله بس تنفلتون ودون غنيين ودون ينجحون يقول انا اذا اسمع عن فلتون اروح اسمع عن فلتون فالغرابه انه يجي شيء غريب هو هذا الحينجح كل ما تكونين اكثر شذوذ عن القاعده كل ما تكون غريبه يكون هو هذا الناجح الفاشل هو الانسان الممتاز جدا اللي يشبه شيء قبله شوفي هسه ذا بويز تجي اصوات مستوى فلتون فعلا ويطلعون ومن ينجح وراها الناس تفضل هاي الفواكه شيء غريب الناس تريد شيء غريب ما تريد شيء ممتاز يعني الشيء الممتاز اكو موجود انا راح اشتري موجود انا بس افتح الكمبيوتر اقام فلتون ما اريد وحده ثانيه فلازم تجيني شيء غريب فاذا ما تقدمين الغرابه العاليه يعني مثل ما بداوها الدادائيين وحاليا انا بقول احنا نقلل الدادائيين الدادائيين صارت مرحله اصلا حداثه مو مجرد حداثه فاذا ما تقدمين جيل شيء جدا جدا حديث وشيء جدا غريب الناس ما حتستفز افضل كاتب يعني ما تشوف ناس رسم خيول ناس رسم كون يجون ينجحون شلون تنجح انت تقلد مثلا عبد القادر الرسام او تقلد جواد السليم او حسن يعني هو هذا كان ممتع
ناس وهذا مكلفتهم عصر هذا نجح ذاك الوقت نجح نجاح فظيع بس من يجي اليوم انت 2016 2017 2017 تجي نفس الشغل تجي ويصير عصر يقول لي لا ما يصير لا لا أنا هذا ممتاز لا هذا مو ممتاز هذا كان ممتاز اليوم لازم تقدم شيء يكون ممكن غرابة أكثر ثم يكون أحسن ولازم تتجسسين المجتمع يعني أبى أني أروح أمام الناس وأضل أسمع خاصة للمراهقين شوف شو يقول عنك شنو الأشياء المهمة إلك لأن هذا هو الأهم هذا يعني أنت مراهق وعمره 20 لل 35 لل 40 هذا هو المجتمع فأنت لازم تعرفين وش يريد وش ده يفكر فتاخذين أفكاره وتخلطيني مع عندك ما تملي تنفيذ فكرية تقدمي جديد بس أنت تقدمي بشكل حلو أنيب ومميز وفني يعني لازم تقلب تتمنى إنه هو جمالي أو يطلع شيء حلو أنا أتمنى يكون شيء حلو يعني أنا هم ما أعرف إنه حلو ولا لا يعني ما أقدر أحكم يعني أنا بطوني ما كنت علاقة أولى بطوني ياك علاقة من جيت عمري 20 سنة وأنا درست تسعقلي حصلي يا ماني نفس هذا الاسم موهبة يعني موهوب يعني مو فنان موهوب اليوم مو تاخذ منه يعني صار مو كنت بقولك فرحان بيه كان عمري 15 اي حلو يعني ما اخذ انا مدرسين عصبيين شلون هو يطوع احنا يطون هذا اللقب كانت هي مجرد منافسه صارت بروسيا يعني وانا نجحت فيها واليوم انا ما اقدر اقول موهبة يعني اصير بروفيشنال يعني فعلا النقل للنقله الثانيه ان شاء الله نتمنى لك كل الخير وسؤال سريع يعني بعثها هذا الاخير شنو هي طموحك المستقبليه يعني او مشروعك الخاص الاستريبيات هذا كل مشروع الجاي متعلق بالفن متعلق بالفن اني اشتغل ديزني بس انه هو لفتره تدريب يعني تريننج لازم امر بسنه كامله تريننج ما تشوفوا يعني التوشن وغاضية بس لازم أنا أدفع كل شيء بقية غير التوشن وراها أدخل محترف ديزني يعني أطول بالشغل أبدي أشتغل داخل الغرسة مع ديزني إذا قدرت أحقق فيلم واحد هذه السلسلة أكون محظوظ جدا يعني أنا يعني أتمنى أسوي هذا الشيء المشكلة إنه أنا حاليا دا أدرس جرافيك ديزاين وطب فمن دا أدرس طب هو اللي يأخذ من وقتي يعني مزعج الطب مزعج يعني هو أنا دا أقول أنت مازج هواي أمور يعني بحياتك فكلها جاي تطلع بالفن. فأنا من أدرس طب وش اسمه دا أحس إنه مرات يعني أقول لا لو أرجع أنا مثلاً أكمل لأنه أنا لازم أخذ الفلوس يعني أنا شو أريد أنا متكمل الدورة مالي أحس أنا بس أقرأ الكتاب بس من تبين محترف لازم توقعين عقود الكوبي رايت والديزني يعني كل شيء ما يطلع بعد فمن الطبيين بعد ما تطلعين من الدورة إلا إن صرتي مريضة فيعوفوك يعني بس إنه من الطبيين والديزني هاي بعد لازم يصير مجنون. فأني من شوي الوضع شوي مخربط أريد يعني أقفز ديزني يعني حتى أتأخر شوي بس أريد أروح هناك أريد أطول لأن أنا من كنت طفل كنت دائما أدز رسائل ديزني كان مديرين صعبة توصل فاليوم أنا رحت وما توصل ما ترجع للرسائل كنت أروح للبريد كنت طفل يعني يمكن ثالث ابتدائي فاليوم رحت للبريد وخذت الرسالة أعطيها للرجال وأعطيني إياها بس شيء 75 فلس مو دينار 75 فلس عم تحط طوابع فرجع قال لي وين أبوك عني؟ قال لي شلون تزبط رسالة أمريكا يعني كان زمان صدام يعني قال لي والله يحبسوك ورحت البيت أبوي حكى علي قال لي شلون تروح أنت تودى رسالة تشوف عليها أمريكا وأدزها ديزني ما أخذها من مجلة وأدز ديزني يعني أحلام الطفولة بس إن شاء الله هاي راح تتحقق إن شاء الله أتمنى أي وش يعني أتمنى ان شاء الله نتمنى لك كل الخير شكرا ثانك يو الف مبروك يعني شكرك يعني شكر كبير انت خاصه انت يعني وين ما اروح سنتر على المصور لا بس انا لا انت والمصور اكيد كلكم يعني شكرا قناة يعني اخلاقيه يعني كلش اشكركم على التغطيه اول شيء انا ممنون جدا وانا فرحان جدا اني نزلت البارحه بسان دييغو ماجازين يعني خطوة كلش كبيرة وانتو جيتوني هنا يعني انا اموت على العراق يعني عشت بامريكا بس انه ما اعرف هون سكرت او لا بس انا ظل يعني احب العراق هسه اتمنى هسه الظهر اروح باب الشرق اشتري لفان في العراق يعني كلش احب هالاجواء مال العراق ماكو عراقي مغترب ما يحب العراق ما يحب يرجع خاصة يعيش ناس اجواء السر هاي ما اعرف شنو هو يعني انت من العراق ضايج بس من تجين هنا تريد تموتين يعني بس ارجع صحيح ما اعرف شنو الفيلم بس هي العراق ام يعني طبعا
قصي بس سؤال هذا إلي مو للتلفزيون. نعم. بس حتى يبقى نسجل. هسه أنت بس فهمني اختصاصك إلى شيء تدرس الطب. نعم لا أدرس الطب. في مرحلة أسألك. بأول. مرحلة أولى. ايه. وجرافيك ديزاين. هم مرحلة أولى. مرحلة أولى. بس لا جرافيك ديزاين يعني لا سنة ثانية جرافيك ديزاين سنة ثانية. لأنها سيسترات يعني. اوكي وكاختصاص اخر عندك شنو؟ لا الحمد لله شكرا ما حد عارف لا اقرا انجليزي يعني لا اقرا انجليزي بس بس انه من هذا الطب شويه مو اختصاصي مو اختصاصي يعني هو سهل مو صعب خاصه هذا عندك جدا سهل بس هو مو اختصاصي بس انه في الماين يعني شلون تعرف شيء اذا رحت ديزني لازم اكون شيء بس اسوي نقل هناك وابدي ادرس ديزني فيظل عندي اختصاص